بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر المؤمنين وهم أذل يوم بدر، مكن المؤمنين في أحد رغم العجز والقهر، من على المؤمنين في الأحزاب فأنزل الريح والسور، فتح للمؤمنين مكة في بضع سنين فكان النصر والظفر. وأصلي وأسلم على من أعلى الله له القدر، ورفع الله له الذكر، وشرح الله له الصدر، وجعله إماما في التضحية والنصر. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مؤاخاة. نعم، هذه العقيدة التي غرسها الإسلام فلم يغرسها سواه، عبادات الشعور بالآخرين والانتقال بهذا الشعور من الانفعال إلى الامتثال. تعالوا نعيش معكم هذه الأيام رغم الألم في حدث غزة، أن ننتقل من الألم إلى الأمل. تعالوا يا جماعة نعيش هذه الأيام في هذا الموسم، في موسم الطاعات المباركات، في موسم الإقبال على الله عز وجل بالدعوات والقرآن والصلوات. تعالوا نتعرف على نوع آخر من العبادة، عبادة مختلفة، عبادة من أعظم العبادات، إنها عبادة الولاء والبراء، إنها عبادة النخوة والعطاء، إنها عبادة الشعور بإخوانك المؤمنين، وأن تشعر قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كأنك تقول خلاص أداة حصر سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لذلك شرع الله لنا عبادة من أعظم العبادات، إنها المؤاخاة، تلك الطاعة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وتعالوا نعيش المشهد بمشاعر صادقة. تخيل الآن المهاجرين خرجوا من ديارهم ومن بلادهم، ما خرجوا إلا لله، ما خرجوا إلا حبا لهذا الدين، ما خرجوا إلا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما خرج هؤلاء، وحينما انتقل هؤلاء إلى المدينة المنورة، لم يكن معهم ولا عندهم ولا بقي من أملاكهم شيء. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤاخاة، فقدم الأنصار دروسا عظيمة عجيبة في العطاء والولاء والبراء. تخيل يا إخواني، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أثر الصحابة، قال فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، هذا الشهيد البطل. قال فلما آخى بيننا قال سعد يا عبد الرحمن يا أخي إني من أكثر الأنصار مالا، فإن شئت قسمت مالي بيني وبينك. تخيل يا إخواني، تعملها يا غالي، تعملها إنك تقسم أموالك تماما بينك وبين إخوانك، تقسم أملاكك وبيتك وما رزقك الله من جهد سنوات بينك وبين إخوانك. سبحان الله، الصحابة فعلوها وفعلوا أكثر من ذلك وقسموا أكثر من ذلك، بل كان يتوارث بعضهم من بعض رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك في ظل هذه المشاهد التي يحفظها الجميع، في ظل تلك المشاعر التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم وتربينا عليها ونحن صغار يا إخواني، الآن نعيش مشهد يفرض علينا المؤاخاة. إنها غزة العزة. سلام عليكم يا أهل غزة، سلام على غزة العزة، سلام على جراحاتكم، سلام على آلامكم، سلام على شهدائكم، سلام على نسائكم، سلام على أطفالكم، سلام على أبطالكم، سلام عليكم يا أهل غزة، سلام على الصادقين الثابتين، سلام على كل من آوى ونصر ودعم وأيد ودعا، سلام على كل من وقف موقف الرجال في يوم البلاء واللأواء مع إخواننا في غزة. ما زال المشهد بين الألم والأمل رغم الأيام المباركات التي نعيش، ورغم الطاعات التي نحب من التقرب إلى الله عز وجل. اسمع يا أحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم إلى الله. حابب تكون محبوب عند الله عز وجل؟ حابب يكون لك مكانة عند الله وقدر؟ حابب تتقرب بقربات من نوع جديدة؟ تعالوا يا أحبة نقترب إلى الله بعبادة من أعظم العبادات، كما قال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. تعالوا نفكر معا كيف ننصر إخواننا، نعم، وكيف ننتقل من المشاعر إلى الامتثال والفعل الحقيقي. تعالوا نشوف هذا المشهد وهذا المقطع من إخوانكم، رسالة لكم، ثم نعلق بعد ذلك عليه. النازح صابر داود محمد نعيم،
أسكن بلدة بيت حنون، ولدي أسرة مكونة من 13 فرد، وكنت عايش حياتي طبيعية، حالة متوسطة. أملك حمامة خضرة، بيتي مساحة 800 متر، عندي بيت بطون 200 متر، عندي دواجن، عندي أغنام. لحد ما صار الحرب من الحزمات النارية، وهربنا إلى جباليا المعسكر في مدارس الإنيروا، وجلسنا في مدارس الإنيروا لا بعد شهر أو شهر ونص، بتفاجأ ببنتي وأطفالها صغار في بلوك 2، ضربوهم قنبلة فاستشهدوا كلهم على الفور. قبل كنا عايشين، يعني بدي أقول لك بالنسبة للعيش هان، املوك املوك، قاعد في بيتك في ملكك، بتخش حمامك في أي وقت، تتحمم في أي وقت. أنا ما فيش حاجة، لما يصح لك تتحمم بعد 15 يوم وأبصر، فيش مية نقل، كلها مية شرب مشترى، ما فيش أي حاجة موفرة لنا. ناكل مرات بطقة في اليوم، ومرات ما بناكلش، نقعد باليومين بالثلاثة ما بناكلش أكل، ما فيش. أنا المواطنة كفاح إبراهيم نعيم من شمال غزة بيت حنون، ربة منزل، أم طبعا. عندي عدد الأفراد الأسرة 13، ستة شباب، ثلاثة منهم متزوجين، وسبع صبايا، وثلاثة منهم متزوجين، أربعة يا رب، أربع بنات متزوجين. عندي أحفاد تقريبا 15 حفيد، وكان دخل الحمد لله كويس وفي حياة، وكان في عيشة منيحة. صار عندنا حرب طبعا على قطاع غزة بالأشمل كله، وبالذات الشمال. طبعا هدمت بيوتنا، وطلعنا من بيوتنا وجاءنا إلى معسكر جباليا، إلى بالذات المدارس الإنارو في معسكر جباليا. تغيرت علينا العيشة طبعا، صارت عيشتنا صعبة، فيش مأكل ولا في مشرب ولا في حياة ولا في ملبس ولا في حياة للأطفال ولا في حليب ولا في دخل، لأنه الإشي اللي كان معانا كمان صرفناه في، لأنه إحنا في الحرب هالوقت تقريبا 5 شهور، خلصنا ال5 شهور ودخلين على الشهر السادس، والحياة كل ما نبهى للأصعب. وإن شاء الله يعني أنت شايف جاء علينا وجه رمضان، إن شاء الله يكون خير على هالناس وربنا يفرج علينا. سبحان الله، ما كنت تتخيل أن الناس اللي كانت عايشة في كل الخيرات وكل البركات وكل المن الذي من الله عليهم به، ثم بعد ذلك يضيق بهم الحال حتى لا يجد أحدهم المأوى. يا جماعة أعتذر منكم، الرجل اللي يتكلم بيقول لك إحنا إن حصلنا، أعتذر جدا، ناخذ حمام ماء كل 15 يوم أو إلى شهر أو غير ذلك. المرأة اللي بتقول لك كنا بخير، الآن نقف طوابير على الطعام والشراب. لكن يا أحبة، تذكروا شيئا أعظم من ذلك؟ مر عليكم قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. قيس بن سعد يا أحبة صحابي عجيب، قيس بن سعد بن عبادة كان يقول عبارة: أيجوع أصحاب رسول الله وفيهم قيس بن سعد؟ نعم، ما زال المشهد يأخذنا إلى قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، حينما خرج الصحابة في جيش الخبط. وما أدراك ما جيش الخبط؟ وكان القائد أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال يقول أبو عبيدة: فلما قل الزاد جمعنا التمر، فجعلنا نصيب المقاتل 7 تمرات. 7 تمرات يا أحبة، هذا اللي حيكون قوتك في اليوم كامل وطالع قاتل في سبيل الله. قال: فامتدت بنا الأيام في سريتنا حتى قسمنا يا جماعة ما بيننا وبين المجاهدين إلى 3 تمرات، ثم تمرة واحدة. يقول الراوي: ثم نفذ التمر، نفذ التمر. قال: فلما نفذ التمر أكلنا الخبط. تعرفوا شو الخبط يا إخواني؟ الخبط يا أهل غزة نبات شوكي. أبشروا يا أهل غزة، أبشروا، أقسم بالله أن جوعكم هذا سيبدل بإذن الله تعالى شبعا،
سيبدل شبعا وخوفكم سيبدل أمنا بإذن الله تعالى. الصحابة أكلوا الشوك قال حتى ضاقت بهم الحال. قال فقام قيس بن سعد فقام قيس بن سعد شاب صغير 17 سنة في الروايات يا أحبة، قام يقول يا أبا عبيدة يا أمير المؤمنين أنشدك الله أن تأذن لي في شأن المسلمين. ينظر إليه أبو عبيدة شاب صغير، إيه اللي أذن لك وأين تذهب؟ قال أذن لي في شأن المؤمنين. يقول قيس كيف يجوع الصحابة وأنا بين أيديهم؟ قال فانطلق في الصحراء، وما أدراك ما صحراء مكة والمدينة. وهناك يقول سعد رضي الله قيس بن سعد من يعطيني 10 من الإبل بخير أوساق المدينة، من يعطيني 10 من الإبل بخير أوساق المدينة. وذاع الخبر أن شابا صغيرا يقول من يعطيه 10 من الإبل بخير تمر المدينة. فأرسل إليه أحد الأشياخ قال من أنت؟ قال أنا قيس. قال قيس بن من؟ قال قيس بن سعد بن عبادة. قال إن أباك رجل كريم، أبوك معروف رجل كريم. قال ومن الضامن؟ فقال قيس رضي الله عنه وأرضاه الله في السماء يا أهل غزة. قال وأبي في الأرض. نقول لكم اليوم الله الضامن في السماء، أما سأل الله أن نكون كل مسلم، أن يكون كل مسلم هو الضامن في الأرض. قال فلما كان هذا الرجل أعطى يعني لقيس 10 من الإبل رجع بها لأبي عبيدة، فكبر الصحابة رضوان الله عليهم وأكلوا. ثم بعد ذلك جاء حديث العنبر، حتى نختصر بالقصة، فأرسل الله لهم حوتا من البحر. لما أغلق الناس أبوابهم أرسل الله لهم الرزق من البحر، حوتا يسمى العنبر، كان من أعظم الحيوانات حتى الآن يسجل سبحان الله. فأكلوا منه حتى سمنوا وحملوا إلى رسول الله. قال فلما عاد الصحابة رضوان الله عليهم دخل سعد بن عبادة يبحث عن قيس، وكنت أظن أن المشهد أب يبحث عن ولده ليسلم عليه، لكنه حينما لقاه قال يا قيس أنشدك الله ما فعلت بأصحاب رسول الله. وقد علم وبلغه الخبر أن الصحابة قد أصابهم من لأواء وجوع ما أصابهم. قال أنشدك الله ما فعلت بأصحاب رسول الله؟ فقال قيس فعلت كذا وكذا رضي الله عنه وارضاه. فقال سعد بن عبادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كنت أقول رباه أيجوع أصحاب رسول الله وفيهم قيس بن سعد، أيجوع أصحاب رسول الله وفيهم قيس بن سعد. اليوم يا جماعة أيجوع أهلنا وإخواننا وأطفالنا وأبناؤنا ونساؤنا في غزة، وأنتم في الأمة، وأنتم يا أهل النخوة ويا أهل العطاء ويا أهل البذل ويا أهل التضحية، وأنتم يا نشامة تنظرون المشهد. أشهد الله أن في الأمة خير، وفيكم يا من يسمعني كل الخير، لكن آن الأوان أن تتحرك هذه المشاعر وأن ينتقل هذا الانفعال إلى امتثال، ولنجعل شعارنا في هذا العام أيجوع أصحاب رسول الله وفيهم قيس بن سعد، أيجوع أهل غزة وفيهم أنت. أسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج عليكم يا أهل غزة، ورغم الألم ورغم الجراح ورغم ما تتفطر له القلوب بالمشاهد، إلا أن الذاكرة ما زالت تحمل مشاهدا في القلب تبعث النفس والأمل، تبعث في النفس الأمل، نعم مشاهد تبعث في النفس الأمل، تبعث حسن الظن بالله عز وجل. تعالوا نشوف من ذاكرة المشاهد ومن ذاكرة هذه الحرب بلأوائها وآلامها وآمالها مقطع في ذاكرة الجميع، نسمع ثم نتبع ذلك بتعليق. الله أكبر، والله إن قفزة الفرح التي قفزت في قلوبنا، والله أن قفزة النصر التي
بلغت فيك هذه المشاعر، بلغت في قلوبنا من الفرحة ما بلغت. نعم ما زلنا نقول أبشروا برحمة الله، أبشروا بنصر الله، ما دام في الأمة من أمثال هؤلاء، ما دام في الأمة من يفتتح يومه بصلاة الفجر ويختم يومه بقيام الليل، سينصرون بإذن الله تعالى. هذا وعد الله. أحسن الظن بالله عز وجل رغم الألم والجراح، رغم الانتكاس وما نرى من مشاهد الناس، وما نرى يا إخواني من بعض إيحاءات السلبية بين الناس وشعور الناس بالإحباط. أبشروا بنصر الله، فالأمر أمر الله، لا راد لحكمه ولا معقب لحكمه ولا راد لفضله، وهو سبحانه جل في علاه من دعانا أن نقول يا رب نسألك يا من علمتنا الدعاء أن هؤلاء إخواننا يا رب، ونحن يا ربنا نحسن الظن بقوتك، نحسن الظن بعظمتك، نحسن الظن بجودك، ونسألك ربنا يا من وعدت المؤمنين بالنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نسألك ربنا أن تعجل ببشائر النصر، وأن ترفع الغمة عن هذه الأمة، وأن تثلج صدور قوم المؤمنين بنصر وفتح قريب. هذا والله أعلم وأحكم وأرحم، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.